اليوم مشيت العشرة متاع الصباح لمطار تونس قرطاج، كنت متوجه لفرنسا باش نروح نعيد مع مرتي وولادي. تم يعني من بعد التسجيل تاع الأمتعة وكل شيء، تعديت على الديوانة قالوا لي إنه معناتها طلبوا مني نتفاضل معاهم، قالوا لي راه فما مشكلة مش حالو نشوفوا مع بعضنا. قعدت نستنى شوية، من بعد رجعوا لي قالوا لي يعني اللي باش تسوي وضعيتك لازم تمشي للمحكمة العسكرية الدائمة في تونس، تونس العاصمة. وكهو خرجت على روحي، طلبت انه يعطيني ورقه حاجه معناتها فيها لي من السفر او ماش حاجه يعني تثبت اني يعني مطلوب للتحقيق او حاجه كيما هكا. على كل ما خديت حد شيء، وانا تو معناتها قاعد قررت انه اليوم بسبب خروجي في ساعه متاخره من المطار، قررت اني يعني نمشي غدوه ان شاء الله للمحكمه العسكريه، مش نحاول نمشي غدوه. وكهو يعني بالنسبه للخلفيات، انا نظن انه يعني عندي فكرة واضحة علاش منع السفر هذا. أنا كنت يعني سابقا كنت مستشار أول لدى رئيس الجمهورية محمد منصور مرزوقي، كنت مكلف بالإعلام، خدمت يعني من بداية الرئاسة من ديسمبر 2011 إلى جوان 2012. استقلت 28 جوان الفرد، واستقلت لأسباب عديدة يطول شرحها، ولكن مش حاول نختصرها. أنا حكيت عليها يعني يعني حكيت على تفاصيلها وحيثياتها في برنامج فصل المقالة التونسية. و يعني اللي حوصلت الأسباب هذه، أنا أقول أنه يعني رئاسة الجمهورية وأطراف في رئاسة الجمهورية سعت إلى عزل الرئيس عن الواقع وعزله عن الصورة الحقيقية لل يعني لواقع التونسيين، واقع الجهات، الواقع السياسي، وحقيقة أيضا العلاقة وطبيعة العلاقات مع الأحزاب اللي احنا متحالفين معها. وأنا في الحقيقة الأحزاب هذه الثلاثة نعتبر اليوم وكلها نعتبر أنها خانت مسيرة الثورة، خانت دماء الشهداء، وخانت الناس اللي ضحت بأرواحها بدمائها من أجل الثورة هذه. نظن الكلام يمكن اللي قلته في التونسية حول قضية تسيم بغدادي محمودي، وخاصة تساؤلي حول دور بعض القيادات، هنا نقول بعض القيادات العليا في الجيش وليس المؤسسة العسكرية. يعني أنا قلتها ونعاود، المؤسسة العسكرية أنا ننزهها من أي مؤامرات على الدولة أو أي يعني خيانة للدولة. هك الجندي هك يعني اللباس بتاعه الأخضر هذاك اللي فعلا حمى الثورة وهو وقف يعني كصد منيع ضد يعني التقتيل المواطنين، هذاك اللي حمى الجمهورية. ولكن أنا عندي شك ونقوله وطالبت بتحقيق في دور القيادات العليا في الجيش على رأسهم رشيد عمار اللي رافق رئيس الجمهورية نهار 24 جوان، رافقه في الطائرة المروحية إلى الجنوب وإلى عديد مناطق يعني العسكرية، الثكنات العسكرية والمدرسة للتكوين يعني الجيش، مدرسة جديدة، افتتاح مدرسة جديدة. فكان هو عبد الكريم الزبيدي، مش كان رشيد عمار، طوال ذلك اليوم كانوا مرافقين رئيس الجمهورية ولم يعلموه بمسألة تسليم بغدادي محمودي. فبالتالي كان فما إخفاء، كان فما تواطؤ يعني، وكان فما يعني تخطيط لهذه المسألة. أنا يعني كمواطن طلبت في وسيلة إعلام عمومية، لأنه يعني ما عنديش ما نخبي، طلبت فتح تحقيق في المسألة. يعني هذه نظن يعني اقل حاجه نجم نعملوها هو يعني رفع الغطاء على المساله هذه، خلي الناس تعرف الحقيقه، ويمكن الحقائق هذه تحيل على حقائق اخرى. يعني دور الجيش، يعني ما حقيقه تحقق ما صار ب 17 ديسمبر مع الجانفي وبعد 14 جانفي بشويه؟ شنو هو الدور اللي لعبه الجيش؟ شكون اللي خرج بن علي؟ شنو اللي صار 14 جانفي؟ يعني التوانسه عندهم الحق يعرفوا. القناص فينهم؟ علاش القناص لا يحالون الى القضاء العدلي المدني؟ علاش يمشي القضاء العسكري؟ علاش هالتباطؤ هذا؟ علاش رمي الكره بين الداخليه والقضاء العسكري؟ كل واحد يقول يعني فما ملفات اعدمت الى اخره، والاخر يعني يتباطأ في اصدار الاحكام او يعني يحيط المحاكمات بسريه يعني رهيبه. بعد ثوره احنا طالبين من الثوره هذه انها تعطينا الحقيقه. فبالتالي انا نظن يعني ما نحبش نسبق الاحداث، ولكن يمكن هذه يكون يعني السبب الاساسي في منع السفر نتاعي. ما نتفاجئش يعني حتى اذا كان فيما تهم اخرى، ما نتفاجئش يعني. انا كنت في سيدي بوزيد مؤخرا وسمعت على العديد من الاعتقالات السياسيه على خلفيه اتهامات يعني وتلفيقات.
فهذا هو يعني، يعني عندي انطباع للأسف أنه فما رجوع إلى الوراء وتقهقر وردة على الثورة وعلى استحقاقاتها، رجوع إلى القمر، رجوع إلى الاختطافات، رجوع إلى السرية والتعدي على الحريات والتعدي على الحقوق، حق التظاهر السلمي، حق الاحتجاج السلمي إلى آخره. مشيت نهار 11 أوت إلى سيدي بوزيد، حاولت يعني في محاولة لصبر حقيقة ما يصير في سيدي بوزيد، حقيقة ما هو يعني دائر، والإسماعيلية على الاضطرابات وعنف وفوضى إلى آخره. فحبيت نمشي على عين المكان، مشيت حكيت مع ناس، حكيت مع برشا ناس من المجتمع المدني، من السياسي، من الشباب، المسيس والغير المسيس، من المتسكنين إلى آخره. وكتبت مقال اسمه سيدي بوزيد والمافيا، كتبته في المدونة بتاعي نهار 12 أوت، يحكي على، حاولت يعني بكل يعني تواضع نحلل شوية الأزمة هذه اللي صارت في سيدي بوزيد، واللي هي أزمة الحقيقة أعمق بكثير من مجرد انقطاع ماء وكهرباء، ولا تأخير في تسديد، تأخر في تسديد، تأخير في تسديد يعني رواتب عمال الحظائر. حكيت على انسحاب للدولة من المسألة الاقتصادية والمسألة الاجتماعية، و يعني هناك خلينا نقول يعني هناك سياسة في سيدي بوزيد، ربما نتيجة لها المقاومة الباسلة اللي أبدتها جهة سيدي بوزيد بعد الثورة واستماتتها في المطالبة بالحقائق متاعها، فما نية واضحة من السياسة، من الحكومة لتركيعها وإخضاعها عبر يعني نوع من العقوبات، قص عليك الماء، قص عليك الباب، قمع البوليسي. وفي المقابل فمش يعني حضور لأي دور اجتماعي داخل سيدي بوزيد، يعني الوالي يمشي للمواطنين، يتوجه للمواطنين، يتوجه للفلاح في قضية نشر الطماطم ما يسمعهمش، يتوجه له يعني في مشكلة الماء وقصر الكهرباء ما يعطيهمش خطاب واضح، الحكومة ما هيش واضحة معاهم في مسألة شنو مصير سيدي بوزيد، شنو نصيبها من التنمية، وشنو يعني وقتاش تبدأ يعني المواطنين يشوفوا أشياء ملموسة وأشياء على أرض الواقع، لأنه وعدوهم بأشياء ولكن ما يشوفوا حتى شيء. فبالتالي فما غموض في الخطاب وفما قمع، وهذا يولد بطبيعة احتقان، لأنه يعني الإنسان وقت اللي هو يبدأ مظلوم ومقموع ما نجمش يتكلم، ما يلقاش شكون يستغيله، يولي يمشي للاحتجاج، مع أنه احتجاج سلمي ومنظم، أنا شهدته وشاركت فيه. يعني أبناء سيدي بوزيد خلاف لما يروج، ناس منظمين، ناس متحضرين وواعين جدا ومتنظمين في التظاهرات، في المظاهرات نتاعهم، في الاحتجاجات اللي هي كانت سلميه. نهار 14 عاودت رجعت وشاركت في يعني يوم الاضراب العام، شاركت في مسيره سلميه الى المحكمه الابتدائيه، طلبنا وقتها بالافراج عن المعتقلين السياسيين، الشباب اللي شارك في المظاهرات واللي خرج المطالبه ب يعني بتنميه جهويه، بعداله اجتماعيه، بتشغيل الى اخره الى اخره. هذوما تم يعني اختطافهم بالواحد بالواحد، يعني بطريقة فعلا مافيوزية خلسة، وفي جنح الظلام يعني اختطفوهم واحد واحد. ووصلت يعني ناس تحكي على قرابة، يعني سمعت 85، بعد سمعت 45، ولكن حتى العدد ما يعرفوهوش. يعني أنا خليت مثلا الشباب في معتمديات سيدي بوزيد ينسقوا باش يحدوا قائمة للموقوفين، وكي واحد يتوقف ما يعرفوش هو فين، يقول 3 4 5 ما يسموش به فين، يلزم يكلم واحد عون في الشرطة اللي هو يعرف خو الموقوف ولا ولد عمه، ولا يعني يمر بالعلاقات الشخصية باش يعرف اللي هو في القروان ولا في صفاقس وإلى آخره. وهذا بالطبيعة يعني أنت تعرف مع والدين يقولوا 5 ما يعرفوش ولدهم فين، مع ما يروج عن وجود لتعذيب، معناتها لضرب، التنكيل إلى آخره. فهذا الكل يولد احتقان، يزيد في الاحتقان. يعني عوض انه نمشيو لسيدي بوزيد ونحاولوا نلطفوا الاجواء ونتبناو خطاب تاع تهدئه ومتاع وضوح، نشوفوا وزراء من الحكومه يخرجوا يقول لك هذه حرب الكاهنه، حرب الفتح الاسلامي الاخير، يقول لك هذوما ازلام، ويقول لك هذوما يعني فلول التجمع، وهذا يعني كلام غير مقبول يعني في حق اهالي الولايه اللي جابت لنا الثوره، ولايه سيدي بوزيد. ايضا مشيت للرقاب وحكيت مع اصدقاء وعديد من المتساكنين، حكينا على مسألة شهداء الرقاب اللي هي مسألة أيضا حارقة ومسألة يعني مؤلمة جدا، وهي عنصر وسبب من أسباب الاحتقان هذا. أكثرهم يعني حدثوني على زوز أعوان أمن، واحد اسمه بسام العكاري، واحد اسمه أيمن الجويني.
أيمن جويني يعني رتبته أعلى من سي بسام العكاري، وكان يعني يوم 9 جانفي كمان شغالت 9 جانفي 2011 أمر بسام العكاري باش يعني ما يخرجش مع الفرقة نتاعو، ويعني ويقعد يعني في معناتها في بلاصتو. ولكن سي بسام العكاري يبدو يعني حسب قول أيمن جويني رفض وعصاه وخرج مع السرية نتاعو اسمها السرية 32، تم إطلاق نار ويعني واستشهاد 5 من شباب الثورة من شباب الرجال. اليوم معناتها بالطبيعة يعني تم التحقيق مع الأشخاص هذوما، أصدرت بطاقة جلب في بسام العكاري زوز على حد علمي لم يتم تنفيذهما بسبب يعني مماطلة من وزارة الداخلية اللي يبدو أنها تحمي في الأشخاص هذوما. وسي أيمن جويني طلب مكافحة سي بسام العكاري باش يقول أنا أمرتك باش ما تخرجش ولكن أنت عصيت. ولكن سي بسام العكاري يبدو أنه إنسان متنفذ وعنده علاقات يعني مع كوادر عليا في وزارة الداخلية ورافضين تسليمه. هذه هي يعني حقيقة الأمور. الأشخاص هذوما موجودين اليوم في صلاح ويعني تمتعوا بحقوقهم. سي أيمن جويني تم ترقيته، وأهالي الشهداء ما عملوش يعني الحداد نتاعهم، ما زالوا حتى اليوم يعني يبكيوا أبنائهم ولم يتم إنصافهم إلى حد اليوم. يعني هذا هو اللي قلته البارح في الموزاييك على أثر زيارتي. ما نفهمش أنا من بعد كيفاش يعني المسؤولين الحكوميين يلوموا على ولاد سي بوزيد، يعني يلوموا عليهم على الغضب نتاعهم. يعني أنا نظن المعطيات الكل تصب نحو اتجاه واحد، هو يعني إمكانية عودة يعني ثورة جديدة وانتفاضة جديدة. هذا هو إذا كان يعني ما يدركوش الأمور، أنا نظن أنه فما نواة يعني لثورة جديدة، وللأسف يمكن الثورة هذه تكون أعنف وتكون يعني صراحة يعني ما نعرفش أن العواقب بتاعها يمكن لا تحمد. يعني أيوب، بالنسبة للإطارات العليا في الجيش، تسلسل الأحداث بدأت الأحداث لو كان مانيش غلط بزيارة رئيس منصف مرزوقي لقبر. أي مش نحكي الحكاية أنا ما حكيتهاش، ولكن مش نحكيها اليوم، نذكرش التاريخ صراحة أنت ما استحضروش، ولكن هو تاريخ وفاة السيد العياري، بو ياسين العياري الله يرحمه، والد ياسين العياري المدون. يوم ذكرى وفاته توجه رئيس الجمهورية إلى ضريحه ورفقة ياسين العياري الصديق ياسين العياري والوالدة نتاعو ورفقة يعني بعض أعضاء الديوان، ويعني قرأ الفاتحة على ضريحه وحط يعني إكليل من الزهور إلى آخره. ويعني بعد روحنا فبعد الوالدة نتاع ياسين العياري يعني مشات المزيكا وتكلمت بكل عفوية، يعني عبرت عن بعض المشاعر نتاعها وبعض التحفظات وبعض عندها نوع من اللوم على خلينا نقول بعض القيادات في المؤسسة العسكرية. وهذا نظن حق أي واحد أن يكون عنده يعبر على رأيه، معناتها على حول يعني أشخاص ولا مسؤولية أشخاص في أمور معينة. يعني السلطة يعني المؤسسة العسكرية هي ماهيش من المقدسات، ماهوش يعني قرآن ولا ماهوش يعني نبي، يعني القياديين ماهوش يعني أنبياء. نظن عندنا الحق معناتها ننقدوهم ونتسائلوا حولهم حول أدوارهم إلى آخره، لأن مؤسسة جمهورية يمولها الشعب وعندنا الحق نسائلوها به. رئيس الجمهورية وقتها ما تمش استدعاء الحقيقة قيادات من المؤسسة العسكرية، فسمعت في الليل سي بن نصر الناطق الرسمي لوزارة الدفاع يتكلم. سألته واحدة من الصحفيين، قالت له علاش المؤسسة العسكرية، علاش الجيش ما كانش ممثل في الزيارة هذه وما حضرش؟ فقال لها يعني بكل يعني وقاحة بصراحة ونقولها، يعني قال رئيس الجمهورية لم يعلمني بذلك، وهي ليست المرة الأولى أن رئيس الجمهورية ما علمناش بتحركاته داخل تونس أو خارجها. أنا أظن رئيس الجمهورية هو القائد على القوات المسلحة وغير مطالب بإعلام الموظف هذا في وزارة الدفاع، فبالتالي فما تعدي من الفترة هذه. أنا حسيت يعني فما تعدي فما يعني نوع من الـ الـ أنا في تقدير يعني نوع من الإرادة في تقزيم رئيس الجمهورية ودوره وصورته كقائد على القوات المسلحة. أنا عملت تقرير رئيس الجمهورية وطلبت يعني إقالة الشخص هذا، التوصية بتاعي كانت إقالته او تعويضه او نقله، ولكن المهم على الشفوف ترجع الشخص هذا، باش لانه لازم كل واحد يعرف الحدود نتاعه ويحترم رئيس الجمهوريه اللي هو قائد على القوات المسلحه. بالطبيعه ما كانش يعني ما كانش فما حتى رده فعل داخل رئيس الجمهوريه، هذا شيء ناسف له. ولكن هذا انا شو نقول، ان المؤسسه لازم تحترم بعضها، القائد على القوات المسلحه يلزم قدره يكون يعني
موسان، ولكن الشيء هذا ما تمش فيه اكثر من مناسبه، والمناسبه الاخيره كانت قضيه البغدادي محمودي. هذا هو اللي صار. واضح. والبارح يعني اليوم مصدر المنع من السفر في مطار تونس كرتاج. يعني البارح بلغنا انه بالرغم انت سي ايوب اعلنت على استقالتك من الحزب من السي بي ار، لكن البارح اصدر رفض ولا او اقاله يعني بطريقه. والله انا علمت به الحقيقه معناتها من صديق في الحزب ما سمعتش به، لان انا الحقيقه من الصباح ما زلت ما شفتش انترنت، ما نعرفش حتى شنو قاعد يتقال وشنو. تكلمت مع صحفيين في الهاتف ما نعرفش حتى شنو قاعد يتقال، ولكن بصراحه نقول مع احترامي للعديد والعديد من المناضلين داخل الحزب، نعرف حسب مؤتمر الجمهوريه ويعني ربي يعرف ولاد الحزب يعرفوا انا شنو اعطيت الحزب مؤتمر من الجمهوريه، ايمانا مني انه فعلا ينجم يمثل احد او كما نقولش القوه الوحيده، ولكن خلينا نقول من اهم الاحزاب اللي تمثل قوى الثوره والقلب النابض لها. ولكن اكتشفت الحقيقه بعد وقت اللي مسكنا بجزء من زمام السلطه اكتشفت اشياء اخرى، وانا اقول الرفض هذا يعني لا يعنيني في شيء بصراحه، ما عنديش تعليق عليه. اعلنت استقالتي منذ شهرين ولا حاجه كيما هكا، يعني في اخ تي سي كنت يعني مررت الرساله هذه، وانا بالنسبه لي يعني قطعت عن المؤتمر ولا يعنيني في شيء بصراحه. طالبت في تونسية يعني وجهت دعوة إلى أبناء المؤتمر وإلى المؤتمر الجمهوري وقياداته أنه ينسحبوا من الترويكا فورا والإعلان عن ذلك، وبداية يعني فتح الحوار مع بقية القوى السياسية والطيف السياسي، وفي نفس الوقت يعني بناء خلينا نقول يعني خلينا نقول كتلة ثالثة أو تيار ثالث يكون فعلا هو المنقذ ويكون هو البديل من زوز يعني احزاب تجمعيه، واحد حزب تجمعي ديني اسمه حركه النهضه، واحد تجمعي بورقيبي حداثوي اسمه نداء تونس. ولكن يبدو انه ما نوع من الخمول الفكري، يمكن السلطه احيانا يعني سكرات السلطه تسبب بعض من الخمول الفكري، خليتهم يعني ما نعرفش يمكن ما راوش فيها يعني ما راوش الراي هذا صائب، ولم يعطاوش يعني اهميه للشيء هذا. ما نعرفش انا يعني ما عنديش تعليق الحقيقه. اش تبي نقول لك، انا اليوم لا يعنيني في شيء. انا حزب مؤتمر الجمهوري ما شفتوش في سيدي بوزيد، ما شفتوش يعني ما اعرفش، انا لا ارى هذا الحزب اليوم لا أرى. شنو الرسالة تحب توجهها للرأي العام سي أيوب؟ أنا نحب فما حاجة مهمة خممت فيها يعني أول ما بدأت المسألة اليوم. خممت قلت أنا يمكن خاطر كنت يعني مستشار رئيس الجمهورية ويعني وجه معروف، مسألة مني من السفر خذيت يعني حجم كبير برشا في الإعلام، ولكن فما برشا ناس قاعدة تتخطف اليوم وتتعذب في السجون وما تتمتعش بحقوقها، ما يعلموش عائلتهم بتوقيفهم إلى آخره. أنا يمكن كان عندي ان بريفيليج يعني، لا انا اقول اذا الناس كل تعرف اللي حقها اليوم في قضاء عادل، حقها في احترامها وقت توقيفها، عنده الحق عم يمشي وقفك، ولكن عنده الحق زاد يقول لك شنو حقوقك، عنده الحق يحترم الحرمه الجسديه نتاعك، عنده الحق يوفر لك محامي، عنده الحق انت من حقك انه يعلم عائلتك باش يقول لك انت فين موقوف. وانا ان شاء الله غدا باش نواجه يعني القضاء العسكري وباش نواجه يعني قاضي التحقيق باش ندافع على مبادئي وعلى مواقفي، ولكن نحب نقولوا انه يعني التوانسه لازم يقفوا حقوقهم، لازم التوانسه الكل تقفل بعضها. وقت اللي توقف مواطن ظلما هي راهي تولي قضيه وطنيه.